السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأمير أبو عبد الله موجود؟ موجود، تفضل. أهلا أهلا أهلا، ما هذه زيارة الكريمة؟ معي أمر من قاضي القضاة بالقضي عليك. علي أنا؟ من يقترب من الأمير أقتله. سأذهب معك لأرى لماذا. ما علاقتك بالسبية الأزيدية أم الفرج التي كان اسمها سمير؟ يا أخت جاريتي أم المنصور. ولماذا ذهبت إلى بيتي، بيت قاضي القضاء، وضربت الحارس واقتحمت البيت في غياب صاحبه؟ كي تقابل جاريتي أختها. هل قمت بالاستئذان من صاحب البيت ومالك الجارية أم الفرج؟ جئت إليك واستأذنتك ورفضت. وما علاقتك بانتحار الجارية؟ ليس لي علاقة بانتحارها، يسأل في ذلك مالكها التي تقيم في بيتي. لماذا يا قاضي القضاء انتحرت الجارية أم الفرج؟ أجننت؟ أتوجه إليها الأسئلة والاتهام؟ لم ترد على سؤالي، وأنا أيضا لن أرد على أسئلتك. لست في حاجة إلى إجاباتك. أنا أتهمك بضرب حارسي واقتحام المنزل على من فيه وترويع البيوت الآمنة بحد السيف، ولذا أحكم عليك بالإعدام. إعدام؟ ضعوا الحديد في يديه والقوا به في السجن.